اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما تابعناش من اول الحلقه, احنا بنتكلم النهارده عن العاب القوى. العاب القوى زي ما قلنا ان فريق النادي الاهلي بيضم عدد كبير من اللاعبين, راحوا مع منتخب مصر لعبوا في رادس ملعب او استاد رادس في تونس البطوله العربيه. عندنا مجموعه من اللاعبين خدوا ميداليات. كان معانا سلمى عبد الحميد قبل الفاصل, انضم لينا طبعا مجموعه من اللاعبين. معانا طبعا تامر اشرف خد ذهب في الزانه, وايضا عمر عبد العزيز خد برونزيه 110 متر حواجز. في البدايه برحب بيك يا تامر, اهلا بيك. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك, حاجه تشرف ميداليه وشهادات تقدير, بجد شرفتونا. الله يخليك. وبرحب بعمر عبد العزيز, يعني اهلا بيك يا عمر, منورنا في قناه النادي الاهلي. متشرف ان انا مع حضرتك. يعني عمر قول لي, يعني انت 17 سنه وتامر يعني اشرف يعني 16 سنه, يمكن الاعمار لسه صغيره. عمر انت يعني بدا امتى او عرفت ازاي هتشارك بطوله عربيه؟ هو لعبنا بطوله جمهوريه والقاهره, بعدين لعبنا التجارب, ومن التجارب يعني عرفت ان انا اسافر يعني وكده. انتوا كان قايل لكم اللي هيكسب هيروح البطوله العربيه, معروف من قبليها ولا؟ هم كانوا قايلين اللي هياخد المركز الاول هيطلع البطوله العربيه. فاذا اتاهلت من المنطقه والتجارب. نفس الكلام يا تامر؟ نفس الكلام. كان في تجارب الحمد لله ولعبنا وطلعت الاول الحمد لله, فمن ساعتها عرفت ان انا رايح البطوله العربيه ان شاء الله. بس الزانه لعبه صعبه. هي لعبه صعبه طبعا وكل حاجه, بس هي في نفس الوقت ممتعه جدا. ما هو طبعا ممتعه, بس ايه اللي خلاك تتوجه للزانه؟ وانا اساسا يعني من زمان خالص انا كنت لعيب جمباز وكده, فانا يعني انت ليك في العالي بقى يا باشا, انت ليك في العالي كله. فبالظبط, فكان مدربي دكتور اسامه فؤاد يعني عرفني على اللعبه دي, فانا حبيتها بصراحه. طيب مين اللي اكتشفك في العاب القوى في القفز بالذات؟ بالظبط هو دكتور اسامه, هو اللي قال لك تعالى. بالظبط قال لك اعمل شيفت بقى, كارير شيفت. بالظبط كارير شيفت. هو الجمباز كان صعب شويه فهو جابني بقى الزان. الجمباز اللي صعب والرمي والقفز بالذات مش صعب يعني, خد بالك. يعني الجمباز صعب والقفز بالذات لا سهل عادي. طيب يعني خلينا نقول انه لعبت قد ايه قفز الزانه؟ بدات سن قد ايه قفز الزانه؟ يعني انا مثلا من 6 سنين مثلا بدات بالقفز بالزانه. ما شاء الله بقالك 10 سنين. لا من 6 سنين. بقالي 6 سنين من عمرك. 6 سنين من 6 سنوات يعني. كان عندك ساعتها 10 سنين. 10 سنين. ورحت على المركز الاولمبي في المعادي وبدات. رحت المركز الاولمبي الحمد لله وبدات اتمرن كده الحمد لله, وصلنا لمستوى يعني. طيب قول لي برده نفس الكلام ليك يا عمر, يعني انت برده لعبه ال 110 حواجز دي لعبه ثقيله قوي. يعني كان بامانه ولها تكنيك وبتاع, يعني انا لو خبطت في حاجز بس او لطشت فيه بيقلل وقتك. بيقلل الوقت اصلا. اخترتها ازاي؟ بداتها ازاي؟ هو انا بداتها من وانا صغير, كنت بتمرن في الكويت يعني. وابن خالتي هو اللي وجهنا اللعبه يعني. يعني انت كنت بتلعب اصلا في الكويت, بتلعب ايه؟ كنت بلعب العاب قوه برضه. ايه ايفنت ايه؟ كنت بلعب مسافات طويله, بدات مسافات طويله. مسافات طويله. بعدين كابتن محمد رستم مساكني, بعدها كابتن حسين يوحى, بعدها جيت لكابتن تامر بقى في مصر. كباتن كويتا كان هناك ووجهوك لله. هو في كابتن مصري وبعدها كابتن كويتي كابتن حسين يوحى هو اللي مسك, بعدها جيت هنا مصر. وبدات رحله بقى القفز بالحواجز من هناك. بدات من الكويت, بدات مع كابتن محمد رستم, بعديها بدات مع كابتن حسين. بعدها كم سنه؟ كان عندي 12 سنه بس. 12 سنه يعني بنتكلم في 5 سنين. من 5 سنين. من 5 سنين. من 5 سنين بدات الحواجز. طب لما رجعت من الكويت, رجعت على النادي الاهلي ازاي؟ كابتن تامر اتصل بابن خالتي, وكان في كابتن محمد رستم هو اللي كان مكلم يعني كباتن, وبعديها كلمني ابن خالتي مصطفى كان بيكلمه كابتن تامر, فبالصدفه طلع مصطفى كابتن تامر بيقول عندكم لاعب في الكويت اسمه عمر عبد العزيز وجاي مصر وبتاع, وجاي مصر, فهو ما يعرفش ان هو ابن خالتي مصطفى. فبالصدفه كنت قاعد جنب مصطفى فكلمت كابتن تامر ودخلت النادي كده. دخلت النادي. كان سنه كام بقى؟ 2019. ده انت نيو كامر زي ما بيقولوا. وبدات تشارك مع النادي الاهلي بقى, بدات اول بطوله لعبتها الجمهوريه, هي اول بطوله لعبتها, وكان لا اول بطوله القاهره, بعدها لعبت الجمهوريه. عملت ايه؟ خدت اول في القاهره وبعدها اول جمهوريه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده على طول, اول طخ اول كده وانت جاي مع كابتن تامر طبعا هو اللي كابتن تامر. طيب وانت عندك الجمهوريه اللي جايه صح ولا لسه؟ هلعب ال20 ان شاء الله الخميس, وهلعب بعدها عندي جمهوريه بقى القاهره 18 ان شاء الله. يعني طب ممتاز جدا. طب قول لي يا تامر, اجي لك بقى انت, موضوع الزانه ده القفز بالزانه ده موضوع شاغلني شويه. يعني 100 متر او 110 متر حواجز موضوع صعب, انا ما جربتوش, بس الزانه يعني ايه؟ الزانه تقيله يعني قول لي تفاصيل عن اللعبه. هي طبعا بتحتاج يعني تدريب كتير عشان الاول يعني لازم خطواتك تكون سريعه بالظبط ومظبوطه, وبرده فوق لازم يعني تقوي كل منطقه الكور دي عشان اللي هي الكور بطن بالظهر بالظبط كل الحته دي عشان تعرف التوافق الحركي مع ايدك مع رجلك وانت فوق, بس عشان يعني
تكمل محاوله. طب انت تعرف طبعا اسطوره العالم سيرجي بوبكا صح؟ عارف. بتتابع مبارياته؟ بتتابع رقم 6 15 تقريبا. طب قول لي الزانه وانتوا في سنكم الصغير ده الزانه يعني في السن الصغير بيلعب بنفس الزانه اللي بيلعب بيها الكبار؟ لا طبعا هي بتبقى زانه مثلا يعني اخف واقصر. هي يعني هي بتبقى على حسب الوزن والطول كده والقوه بتاعت بس على كده بيحدد الزانه اللي انت تلعب بيها. بس طبعا بتفرق يعني عن لا الكبار. سؤال هنا الزانه بتختلف من لاعب للتاني؟ طبعا انا مثلا ممكن ابقى بزانه يعني حد يعني مثلا واحد تاني معايا في التمرين يبقى بزانه تانيه خالص نفس السن. طب الزانه دي بيتم تصنيعها ازاي؟ يعني انت عايز زانه وزن بطول معين بالظبط على حسب ما بالظبط على حسب وزنك وطولك بيجي لك من بره؟ تطلبها وبتجي لك من بره باللي انت عايزه. لو اتغير وزنك وطولك بتغيرها. اول مره في المعلومه دي خالص. والقوه بتاعتك برده عشان انت ممكن تبقى اقوى. طب اول مره خدت الزانه وجريت ويعني وخدت الخطوات ونطيت طبعا ونجحت، فنجحت في المحاوله الاولى ولا وقعت البار؟ لا اكيد الحمد لله. اول نجحت. محاوله ليك في حياتك بقى بعد ما جيت من كومباس؟ لا يا اكيد يا اول محاوله دي بتبقى يعني بتبقى بزانه صغيره خالص. نقول على قدك لسه. بالظبط التمرين وكده يعني على التعود لازم تتعود برضه الزانه بتبقى محتاجه تعود كتير قوي. طب قول لي حد من عيلتك بيلعب العاب كوره؟ لا ما كانش حد بيلعب خالص. لا. طب حد من عيلتك كان رياضي؟ لا برضه. انا عارف ان بابا طبعا يعني ليه في الاعلام والحاجات دي وبتاع طبعا والاقمار الصناعيه والدنيا الكبيره دي بس غريبه يعني نادر لما تلاقي لاعب يعني ما شاء الله متميز زيك وعيلته ما فيهاش رياضيين. بس ده دور الاب والام خلي بالك. بالظبط دعموني من وانا صغير قد كده وبيشجعوني. طيب اجي لك عمر يعني انت عيلتك كان في حد بيلعب؟ هو كان والدي ليه في الكوره بس ما كانش في نادي ولا حاجه لانه بيلعب كره قدم بيحب وبيتابع بيتابع ماتشات الكوره حتى الان. هو بسافر ولا رجع؟ لا هو رجع يعني رجع. يعني انتوا رجعتوا كلكم كاسره؟ رجعتوا كاسره. طيب وخليني اقول لك برضو ان يعني لعبه الحواجز دي صعبه يعني يعني لعبه ليها فنيات. انت الحاجز اللي بتنطه او اللي بتقفزه بيبقى نفس الحاجز اللي بينطوه الكبار ولا بتختلف من سنه لسنه؟ بيختلف. انا مثلا بنط 91 الحاجز بتاعه طوله 91 والكبار طوله 91 91 سم. وال 20 لو انا هلعبه الخميس ان شاء الله ده بيبقى متر والكبار متر 6. متر 6 ده مسافر فوق قوي. ده هو مسافر ده احنا من متر 6 ده ممكن نقفزه بالزانه يعني. يعني انا متر 6 ده عشان اقفزه عايز زانه. ايوه صح. لا صعب قوي يعني انت دلوقتي ب 91 بتمر على 91 وال 20 اللي هو متر. انا طبعا جاي بقى متر 6. انا طبعا مش هسالك ليه مش 90 وليه مش 92 عشان ده سؤال اكيد ملوش اجابه. يعني ليه 91 سم مش 90 ومش 92؟ عندك اجابه طيب للسؤال ده ولا؟ هو على حسب ما هو فئات. هو العمر يعني بيبقى من 17 ل 16 بيبقى 91 هو انا يعني. ايوه انا فاهم بس انا مش عارف بقى ليه. لا ليه 91؟ ما انا مش عايز اسال السؤال ده لان مش عارف. سؤال ملوش اي معنى يعني بس هو يلا الشيء بشيء يذكر. وبعد كده انت هتنط يوم الخميس اللي جاي ده المتر متر. بتقرب انت من المتر و6 اهو. لسه المتر هو سهل ان شاء الله يعني بس طب انت اتمرنت على متر دي؟ على المتر. مرن جامد؟ اظن بقى لما تنط متر وتيجي تنط 91 بتقول يا جماعه شيلوا الحواجز. شيل الحواجز الصغيره صح تبقى صغيره من زمان. بتبقى قصيره. طيب يعني اول سباق دخلته فاكره؟ اول سباق دخلته فاكره. ايه بقى؟ كنت لسه 12 سنه اول بطوله ليا وخدت فيها سابع حاجه كده تقريبا. سابع؟ زعلت؟ عيطت ساعتها صغير يعني. حلو. انا اول مره اشوف حد يتكلم بكل عيط. طيب وحد يعني مين اللي كان دايما متابع بيجي ماتشاتك ويتابعك بابا ولا ماما؟ هو كان والدك اكتر. والدك اكتر. وكان بيساعدني اخويا الكبير طبعا علي. كان هو بيساعدني في كل حاجه يعني من اول ما جيت مصر. طب انتوا في اخوات تانيين؟ هو ابن خالتي بس ده بالنسبه لي اخويا الكبير. احنا ثلاثه. انتوا ثلاث اخوات؟ احنا ثلاث اخوات. ثلاث اخوات بس علي ده ابن خالتك وانت بتقول له هو اخويا الكبير يعني طبعا. ده حاجه كويسه جدا. طيب خدت فيه سابع وبعدين ثاني سابع ده كان في الكويت؟ ده كان في الدوري سابع اللي اخدته. ثاني سابع خدت رابع ثالث خدت ثالث بعديها ثاني بعديها بقى بدات اخد اول من هناك خلاص. ساعتها ما نزلتش الحمد لله من هناك. من ساعتها بقى ما نزلتش عن. عندك طموحات يا عمر؟ نفسك تشارك في افريقيا؟ نفسك تشارك في ان شاء الله السنه الجايه افريقيا باذن الله. شارك ان شاء الله والعالم ان شاء الله. نفسي طبعا. ليه لا؟ نفسي 24 ميدالية يا عمر. ليه لا؟ ما ان شاء الله اخد ميدالية باذن الله. انا رايح افريقيا دي تمرين ان شاء الله. يعني برضو نفس الكلام انت تامر يعني طموحاتك انا شايف ما شاء الله في عينك يعني طموحات كتير وشايف حماس كتير.
بتخطط ليه؟ ان شاء الله يعني الاولمبيات دهب ان شاء الله يا رب. برافو عليك. انا عايز احب كده تتكلم، ما بتكسفش من اللي انت بتقوله. يعني بيقول لك في اغنيه كانت في الام بيقول لك جو بيج اور جو هوم. اه بالظبط، جو بيج اور جو هوم. لا تحلم حلم يستحق يا ما اقعد في بيتكم، صح ولا لا؟ صح. فان شاء الله نشوفك مع مدينه الاولمبيه، وان شاء الله نشوفك برضه عمر مدينه الاولمبيه. ممكن يكون الطريق صعب، ممكن تبقى صعب، بس انت عندك، هو اللي بياخد مدينه ده بياخد ايه؟ هو بيتمرن اكتر. انت ممكن تشوف التكنيك كل طيب اول بطوله دوليه ممكن تشكل فيها غير البطوله العربيه؟ هي كانت البطوله العربيه اول. بعديها بقى اللي بعديها؟ اه ان شاء الله افريقيا ان شاء الله بعديها. على امتى ممكن تبقى؟ ان شاء الله يعني هتبقى على شهر 5 تقريبا. شهر 5. عارفين هتبقى فين ولا لا؟ اه في الجزائر. الجزائر. في الجزائر. اه بس الجزائر هناك في لعيبه، بس ده ما يخوفناش. اه لا ما يخوفناش، هو خطفوني في العرب. لا هم لعيبه كويسين، بس احنا مصر برضو معاهم، يعني احنا اسياد الموضوع ده في العرب، يعني ماسترز في الرمي وفي الكل يعني. طب قول يعتبر يعني في لعيبه مصريين شفتهم مثلك اعلى شايف ان انت عايز تبقى زيهم مصريين؟ بصراحه يعني ما شفتش، بس بيبقى في ايه ابطال العالم يعني اللي بشوفهم اكتر. اه بالظبط. عشان طب قول لي يعني نتكلم انا وانت وعمر يعني عن رحله كده نحلم، عشان خلي بالك ممكن في وقت من اوقات الحلقه دي تبقى بدايه نحلم كده. الطريق مثلا الى الاولمبياد، الطريق الى الاولمبياد ان انا اوصل الاولمبياد او مش اولمبياد، انت شايف الطريق ده نحققه ازاي؟ طبعا تمرين كويس جدا، لازم يعني اخد الموضوع جد بقى، ادخل الموضوع جد، فاركز مع الكابتن بتاعي هو عايز مني ايه، يعني مثلا انفذ كل اللي هو بيقوله وبس. وبرده يعني اظبط يعني برده حاجه النومي، النظام الغذائي، اظبط الحاجات دي كلها عشان يعني تتطور. ان شاء الله مستواي يتحسن وتتطور. بالظبط. طيب وهل انت بتقعد على اليوتيوب مثلا بتشوف اللعيبه بره بيعملوا ايه، بتشوف الجديد في التمرين ايه؟ خلي بالك ده الفرجه نص العالم. بالظبط. بشوف يعني بشوف البطولات وكده، فبستفيد قوي من التكنيك بتاع اللعيبه الكبار العالميين يعني، فده بيحسن يعني. خلي بالك مش بس ان انت تتفرج عليهم، ده انت كمان مصورين تدريبهم. بالظبط. اه يعني الحاجات دي ممكن تتفرج عليها كمان. اه طبعا بيفيدنا في التدريب طبعا، فبناخد مثلا منهم الحاجات الكويسه وبننفذها، فده بيساعدنا ان احنا نتطور. وانت زي عمر برضو يعني نفس الكلام، ان انت عرفت انت رايح بطوله عربيه قال لكم الجمهوريه اللي هياخد يحقق ارقام عاليه هيروح ولا؟ بالظبط. اه كان نفس الكلام يعني، كان عملوا كده ملتقى قالوا اللي هيجيب احسن رقم ان شاء الله يسهل. طب عمر انت رقمك كام في مصر؟ البطولات يعني ال 14 20 14 ثانيه و20 20 يعني بتقطع 110 متر حواجز. بالحاجز اللي هو 91 ولا المتر؟ 91 ده رقمك 14. لما رحت بقى الجزائر حققت انهي رقم؟ تونس انا اسف. عملت 25. عملت 25 ثانيه؟ اه بس كان ساعتها كان رجلي فيها اصابه وكده. اه يعني مش جريتك الطبيعيه؟ اه لا مش، وكان عندي احسن يعني، بس فضلت اوقف، كنت خايف يعني، كنت عايز العب بطوله عربيه كان نفسي العبها، فكنت خايف، وقفت اسبوع ونص قبل البطوله او اسبوعين ما اتمرنتش خالص عشان الاصابه اللي عندك. عشان كنت خايف، انا كنت خايف انت الاصابه. اه توقفني او حاجه ما العبش البطوله. بس برافو عليك ان انت خدت برضو بالنسبه للمشاركين برقم او بوقت اطول، خدت المدينه. وانا كنت واخد اول تصفيه برقم يدخلني اول نهائي. ايه بقى الرقم التصفيه اللي خدته؟ هم 14 24. ده هناك في تونس. اه هم عمل برضو في النهائي 14 24. لا ثانيه واحده، انت خدت الميداليه جبت كام؟ 14 كام؟ 14 في الميداليه خدت 34، عملت 34 34 14 34 صح؟ ده الميداليه. اه بالتصفيات بقى عملت 24 والاول عمل 24. 24 اه. طب الاول خد كام في يعني انت جبت 14 34 الاول كام؟ 24 نفس اللي عملته في التصفيات، ما كان بيلعب معايا في التصفيات. ما الدنيا كانت قريبه جدا. أوه. هو اللي خد اول صح؟ اه. طب لا ده انا عايز اعرف كمان ارقامك كمان يا تامر، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نرجع نكمل. الحقيقه الكلام شيق، وانا شايف ان في حتى معلومات ناس يعني شيقه عن العاب القوه. خلونا نتقابل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لعمر عبد العزيز، برونزيه العرب 110 متر حواجز، مين مثلك الاعلى في مصر؟ من العاب القوه يعني من حواجز. طبعا هو كابتن رامي طبعا معانا في الاهلي. كابتن رامي حواجز. اه حواجز كان معانا وكان قاعد هنا مكان تامر. وعمر خالد هو سفر عالم يعني ما شاء الله، وده قدوتي ان شاء الله. عمر خالد معاك في الفرقه؟ اه ما تقريبا جه هنا. اه جه هنا كمان صحيح، انا فاكر حاجه زي كده. طب ده مثلك الاعلى وانت نفسك تبقى زيهم، شايفهم قدوه برغم ان هم يعني بيكافحوا كفاح مرير عشان يكونوا ابطال. طب مين مثلك الاعلى مثلا في الكويت وانت جاي منها؟
هو في واحد يعني هو يعقوب اليوحى يعني ما شاء الله. هو ايه؟ يعقوب اليوحى. لا يعقوب يعقوب اليوحى. اه بس لازم توضح الاسم عشان طبعا. طيب هو قريب منك في السن ولا لا؟ هم كلهم اكبر مني، فيش غير عمر اكبر مني بسنتين، عمر خالد. ده ان شاء الله انا بطمح ان انا امشي بقى عنه. ان انت ليك مثل اعلى، خلي بالك المثل الاعلى ده هو اللي بيحطك على الطريق الصحيح الاول حتى لو ما قالكش، انت شايفه فبتمشي على طريقه. صح كويس صح. طب اجي لك برده يا تامر، يعني احنا اتكلمنا مع عمر على ارقامه، محتاجين نتكلم بقى على ارقامك. هنقول مثلا انت حققت في مصر احسن رقم ايه؟ الحمد لله حققت 4 متر 76 سنتي. 4 متر 76 سنتي. حلو ده رقم مصر. طيب رقم مصر ومسجل باسمك. الحمد لله بسم الله ما شاء الله. انت عندك 16 سنه. لا ده انت اكتشاف يا رجاله، انت اكتشاف وسلمى قبليك اكتشاف. لا ده احنا يعني النهارده يعني بجد حلقه الابطال فعلا. طيب رحنا تونس حققنا كام؟ 4 متر 60 سنتي. 4 متر 60 سنتي. بس على فكره مش اقل كتير. مش قال لي كتير اه برضو عشان هو بيبقى يعني ملعب جديد بالظبط، واول مره يعني العب في طب يعني بطوله دوليه. انت خدت ذهب ب 4 متر 60 الحمد لله. اللي بعديك جاب كام؟ 93. يا خبر ابيض، ده فرق ايه؟ ده فرق يعني 70 سم، ده فرق كبير. ده شخص تاني يعني. 3 متر 90. وكان جنسيته ايه؟ عراق. العراق. عراقي. عراقي. اخواتنا وشقائنا في العراق. يعني 3 متر 90 انت جايب 4 متر 60 وكمان ده مش رقم. بسم الله ما شاء الله. طب رقم افريقيا كام؟ رقم افريقيا تقريبا 25 تقريبا. قريب انت بتقرب يعني 25، انت فاضل لك نقول 50 سنتي، ده اللي هو اقل من اللي بينك وبين الثاني. تقدر تجيبهم ان شاء الله؟ اه بالتمرين ان شاء الله، يعني نزود التمرين ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. انا يعني نطلع على 5 متر ان شاء الله. يعني رقم مصر محفوظ باسمك. ده كسرته امتى وجبته امتى؟ ده في الملتقى اللي هو قبل البطوله. اه قبل البطوله على طول. بالظبط. كنت فرحان ساعتها بصراحه؟ طرت ما صدقتش نفسك. ها انت حاجه يعني انا محقق رقم مصر دلوقتي. كل ما يقول لك الرقم اللي حققه تامر اه بيسالوا عليه بره، انجاز كبير بصراحه. واحنا في بطوله عرب بيسالوا على الرقم. بيسالوا على الرقم مصدقين؟ قالوا لي مش هو. لا انا عايز انا بجد عايزك اتفرج عليك يعني عايزك اتفرج عليك بصراحه، وعايز اتفرج على عمر كمان لان انا بموت في لعبه الحواجز. خلي بالك الحواجز لعبه فيها تكنيك عالي جدا، فيها متعه. هي امتع لعبه تقريبا بالنسبه لي. انا بحبها بالنسبه لي. انا ما انت بالنسبه لك فيها متعه؟ انا احب اتفرج عليها العبها. لا انا ممكن اخد لي حاجز يجي لي ديسك. فطبعا الموضوع صعب. طب قول لي رقم افريقيا كام؟ افريقيا 20 تقريبا. 13 20 برضه. 13 20 تقريبا. انت 14 20 يعني فرق ثانيه. بس ان شاء الله. لا انا بطمح، انا لو مش الاصابه يعني بطمح لل احسن من كده. بكتير يعني ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. 13 20 ده اتحقق بالحاجز المتر. بالمتر واللي عمله يعني كان اكبر مني بسنه، كان اكبر مني بسنتين يعني. وجنسيته ايه اللي عمله؟ تقريبا من جنوب افريقيا تقريبا. افريقيا برضو عندهم عدائين جامدين. طيب انت اول بطوله افريقيه ممكن تسجل في شهر 5، تلحق في الست سبع شهور دول تجيب الثانيه دي. واتاهل عالم ان شاء الله. الناس فاكره ثانيه دي حاجه بسيطه، لا ده عايزه تمرين عذاب اليم. انا جاي من تمرين عذاب اليم. يعني عايزه تمارين وتكنيك وتقعد تحسن. لا ده لو خدت كده يبقى احسن، وخدتها كده صح هي تبقى تمرين موت يعني كلنا. انا وتامر والباقي اللي معانا اللي سافروا يعني، بس طمحين على الصبح وعصر، صبح وبعد الظهر. هنتابعك وهنفضل وراك لغايه ما ان شاء الله تاخدوا ميداليات افريقيه باذن الله. احنا لسه جايبين بطلنا التنس الارضي، خد الذهب فردي تنس الارضي النادي الاهلي. فاذا ان شاء الله تحققوه باذن الله اللي جاي يعني. طب انت قلت رقم افريقيا 15 متر او لا سوري 5 متر 20 صح؟ 5 متر 20. انت عارف مين اللي حققه؟ لا. مش عارف بس انت عارف الرقم. بتخش على موقع الاتحاد وتجيبه ولا؟ بيبقى في موقع بيبقى مكتوب عليه كل الارقام يعني، فبيبان يعني ايه الرقم ده اللي حققه. كان عنده كام سنه؟ اكيد اكبر منك انت ما شاء الله. كان كبير يعني. يعني انت لسه قدامك سنتين ثلاثه ممكن تجيب ده ان شاء الله. انت محتاجين بس شويه رعايه وشويه يعني الرعاه يشدوا حيلهم معانا كده يرعوا ابطالنا توصلوا لحاجه كويسه جدا ان شاء الله. طيب قول لي الرقم مثلا الافريقي على المستوى الكبير او الرقم العالمي، انت عارف متابع الارقام؟ واحسن رقم في العالم كان 6-18. 6-18 لا مش بعيد، الدنيا دي مش بعيده. انت لسه منطقه يعني تبلغ قمه الفتنس واللياقه تعدي لسه قدامنا سنين ان شاء الله تدريب. طب هو حققه عنده كام سنه تفتكر؟ تقريبا 20 او 21. صغير. كان جنسيته ايه؟ ده سويدي. سويدي.
وبتتابع الماتشات دي وبتشوفها وكده؟ اه. وانت كمان يا عمر بتتابع؟ اه انا بقالي 4 شهور تقريبا العاب كوره بس. قاعد انت ما بتتفرجش؟ طب على فكره الفرجه نص العالم، عمر هتلاقيه في الحته دي، برافو عليك. انا بتفرج كتير جدا يعني على بالذات الحواجز يعني. طب احسن رقم عالمي كام؟ 12.80. 12.80 والحاجز المتر و6. اه الحاجز متر و6. متر و6. انت رايح عليه ان شاء الله الحاجز ان شاء الله باذن الله 24 نسافر يعني. يا رب يا رب يا رب يا اخي. شوف انت قلت لي 24، انا ايه ما اقدرش، ما اديتش امسك نفسي ان شاء الله، لان طوكيو باريس 24 24 على فكره قربت. هي قربت اه، بس بالتمرين كل حاجه بتيجي يعني، اللي بيتعب بيلاقي. برافو عليك، انا عاجبني قوي اللي يعني طريقه تتكلموا بيها بجد، عاجبني ان انتوا عايزين. طيب حد فيكم بيفكر يعني، خليني اتكلم بامان، حد فيكم بيفكر مثلا يسافر بره، يروح جامعه، يروح كليه؟ مع عمر بفكر. بدات خطوات في ده؟ اه بتراسل جامعات؟ بالراسل. انت في سنه كام الاول؟ لسه ثالثه ثانوي يعني. ما خلاص ده انت داخل على جامعه. اه بس لازم اعمل في المتر 6 13.99. طلبوا منك كده؟ هو كده اه، عشان اسافر سكولرشيب اللي هي منحه دراسيه. فين، في امريكا ولا فين؟ اه امريكا. يعني هم حاطين 13.99 تسافر على طول. تسافر على طول، انت معاك كتير تاخدك. اه سافر يا عمر. ما ان شاء الله يا عمر. سافر عمر، انت على فكره الرقم مش بعيد، انت اصلا بتعمل 14. خلي بالك انت هتلاقيك الحواجز اللي هي متر دي عاديه بالنسبه لك دلوقتي. هو انا عندي احسن ده 14، وانا عندي احسن بكتير يعني. بس تحقق 13.90 في بطوله. هحققه في بطوله ان شاء الله اللي جايه باذن الله. يا رب. شد حيلك بقى عشان نشوفك في الجامعه. بس لما نكلمك تخش معانا مدخلات ما تقوليش لا اصل تعبان. طب انت بتفكر كده هتعمل برضه؟ ساعات اه بفكر اه، بس يعني ما كنتش حاطط الموضوع قوي في دماغي. ليه مش حاطه؟ حطه في دماغك. انت ممكن بارقامك دي وما شاء الله انت راجل بتروح رايح لرقم في افريقيا كويس، ولا بابا مش هيسفرك؟ لا. طيب انت في سنه كام؟ ثانيه ثانوي لسه. لسه؟ لا مش لسه، احنا عايزين نشتغل وان شاء الله الموضوع ده من دلوقتي. انا عارف ان ممكن بابا وماما يزعلوا مني ان انا بحرضك على السفر، ولكن مصلحتك صح يعني. اه يعني ممكن يعمل لنا رقم ويعمل لمصر حاجه ولنفسه حاجه كويسه جدا. طب لو انت برضو، انت بالنسبه لك في العادي اللي بيطلع في الزانه في قفز بالزانه بيروح امريكا ولا بيروح دول تانية؟ هي امريكا اه بيبقى فيها يعني، هو كل امريكا تقريبا دلوقتي يعني. جاي دوري جامعات هناك بيبقى قوي جدا جدا. اقوى تقريبا حاجه في امريكا هي في العاب القوه عامه. طيب او بطوله عربيه، دي كانت اول بطوله ليك خارج مصر؟ اه. وانت تامر برضو؟ اه. طب يعني نقول اول بطوله ليك خارج مصر، خدت المنتخب، لبست لبس بدله منتخب مصر بكلمة الطيارة، حسيت برهبة شوية كده ولا؟ اه كنت بفكر في البطولة بس. زي كده نفس لقيته سلمى، كنت بفكر بس اه في البطولة، كانت الطيارة مش عادي يعني. طب نزلت من المطار رحت على ملعب رادس، بصيت على الملعب؟ بصيت على الملعب، سخنت كده شوية، وبعديها رجعت الفندق عادي، نمت لتاني يوم بقى عشان البطولة. انا كانت بطولتي تاني يوم. نزلت البطولة كان خطفوني برضه زي ما بقول لحضرتك في اول، بس نزلت وفي التصفيات خدت اول، بس النهايه بقى ما حسيتنيش الحظ، كان رجلي كمان يعني. لا مفيش مشكله، انت دي اول تجربه ليك، وما الاصابه ومحقق رقم هايل 14 34، ده رقم هايل جدا يعني برغم يعني. اصابتك يعني برغم الاصابه اللي عندك واصرارك انت تروح تشارك. طب تامر برضو نفس الكلام، انت رحت ركبت الطياره بالظبط. هو يعني اهم حاجه هو التركيز بيبقى على الماتش يعني، على البطوله بالظبط، عشان يعني مركز في اي حاجه تانية تشغل بالي مش عارف ايه. فكنت رايح مركز بصراحه، وزي عمر كده لفيت لفه في الملعب بالظبط يعني، شفت الملعب كده يعني، قست الاقتراب بتاعي مش عارف ايه كده. طب اول يوم بتاخد الزانه معاك وانت مسافر؟ طبعا اه طبعا، احنا معاك في الطياره والكلام ده كله طبعا. ما هو دي الاكويبمنت بتاعتك بالظبط. طب مين اللي كان بينافسك، اهم واحد كان بينافسك في البطوله؟ هو المفروض يعني هو كان واحد يعني كان واحد معايا اساسا من منتخب مصر، مصري اه، منافسه كانت مصريه مصريه بالظبط، بس للاسف يعني هو جات له اصابه في اول محاوله. حرام. بس هو معاك في الاهلي ولا في حته ثانيه؟ لا هو في نادي المعادي بس يعني، واسمه بلال ماهر. نتمنى له الشفاء طبعا، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. كانت تبقى منافسه يعني قويه بس الحمد لله. بس ربنا يشفي يا رب ان شاء الله، قدر الله ما شاء فعل. طب انت يا عمر كان مين اكتر منافسي ليك، مصري ولا كان غير مصري؟ كان هو اللي انا كنت عارفه وانا مسافر كان قطري اللي هو نايف ده، كان ما شاء الله يعني. كان منين؟ من قطر. قطر اه اه. وكان من الكويت واحد برضه كان معايا اعرفه، اثنين مش واحد بس. وهم راحوا البطوله؟ اه راحوا البطوله وشفتهم هناك. كسبتهم يعني هناك؟ اه هو كسبني الكويتي ثاني واحد، هم دول اللي انا كنت بس انا كنت رايح عادي يعني، مش قلقان مش اه مش في بالي يعني، في بالي البطوله بس، انا داخل عادي ولا ببص لهم حتى. برافو عليك. بس لما شفت بقى الطول وبتاع ما ركزتش قوي يعني، بس ايه
قلقت شويه. لا يا باشا مفيش قلق ان شاء الله هتبقى دي تجربه حلوه ليك. اللي جاي لسه دي الاول ان شاء الله. عمر بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ونتابعك في كل القادم باذن الله ان شاء الله. تامر نورتني وشرفتني مشروع بطلين هايلين ان شاء الله. نورتني يا تامر اتمنى كل التوفيق القادم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده مع ابطال النادي الاهلي ومنتخب مصر لالعاب القوم. شفنا حجم الجهد المبذول، شفنا طموحاتهم شباب صغير 16 17 سنه طموحاتهم عاليه وطموحاتهم كبيره، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفهم ابطال يحطوا اسم مصر في الاولمبياد والبطولات العالميه. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.